ايه اللي حصل لايمن اشرف معاه؟ لا ليش احكي يا كهربا. احكي يا كابتن سامي. لا 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 هيخلع وكابتن سامي هيخلع. احكي يا كهربا. لا 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 وعلى فكره لو تقدروا تجيبوا لنا ايمن اشرف معانا على التليفون يا ريت يا شباب. لا ايمن لا هيزعل. لا لا ايمن ده مش هيزعل يعني. هيزعل يعني؟ ما فيش زعل. لا لا ايمن من الشخصيات الجميله جدا طبعاً. من كباتن الفريق وشخصيه عسل جدا يعني يمكن قريب مننا قوي محترم بصراحه وبيساعدنا جدا يعني انا وبعدين بقول لك ايه لازم تدلي لازم تضحك يا كابتن سامي كابتن سامي هقول لك حاجه اصل الموقف ده ضحك الموقف ده وانا هحكي اقلب الراجل يلا اتفضل يا كابتن سامي هو رايه بشويتين يعني اتكلم على شكل الفرقه والكلام ده ونقدر نعمل ايه ولازم نستغل طبعا الزياده العدديه بتاعتنا فانا هضطر اعمل تغيير وانا متاسف يعني اللي انا هعمله معلش انا هضطر ان انا اغير ايمن يعني وكده الكلام ده لو انه عامل اداء كويس جدا بس انا خايف لا ياخد المنظور التاني فايمن قام اوكي كوتش اوكي كوتش مش عارف ايه يلا رجاله شد حيله بقى عاوزين نركز مش عارف ايه فانا قلت له ايمن انت عارف هو قال لك ايه قال لي قلت له ايمن انت هتغير قال لي بجد قلت له والله انت هتغير راح الراجل راح ليحل الراجل قام رايح له قال له معلش سوري ماي بوي قال لي معلش بس عايز اقول لك حاجه كلنا كنا متوقعين التغييره دي ايوه لا هو يعني هو هو اي واحد طرد زار لا بس هو 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 ايمن يعني طبعا انت الموقف الزايد انت طبعا بتفكر في كل السيناريوهات انت مش عاوز طبعا حد يطرد انت عاوز يبقى عندك دايما افضليه اللي انت هتلعب كامل ايمن طبعا من اللعيبه المؤثره جدا بالنسبه للراجل لعيب رقم واحد في خط الدفاع ايمن يعني يقدر يلعب باك ليفت يقدر يلعب مساك زي ما بيلعب وراجل بيعتمد عليه في كل الماتشات يعني لكن الموقف ده حصل مع ناس كتير يعني حتى يعني لما ايمن كلمني قلت له خلي بالك الموقف ده حصل مع رامي ربيعة حصل مع ياسر حصل مع حمدي فتحي حصل مع ديانج حصل مع طاهر فالموقف مش شخصي عشان بس انت ما تفكرش يعني فطبعا هو طبعا فهم طبعا الموقف يعني ومقدر وكان مقدر الموقف كويس وايمن زي ما قلت لك يعني كابتن من كباتن الفرقه وكلنا طبعا على سبيل الهزار يعني احنا بنهزر اصل خلي نفس يا رب ما يزعل بس لا لا مش هيزعل ايمن عسل لا جدا وايمن بحب يهزر جدا ولذيذ جدا والله يمكن لما جالي بقى على الدكه بقى على الجنب لا 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 ايه اللي حصل؟ انا مش هحكي ايمن الموقف ده خلاص لا 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 موقف صعب لا صعب انت خليتني احكي لا بس خد بالك ايمن يعني لو في حاجه مثلا ضايقته ما يكملش خمس دقايق في وقتها لا يعني شفت لما قفشه جاب جون جري عليه ازاي نسي اصلا كل حاجه لما عمل الاوفرات في اخر تمرينه ايمن فعجلت راح رجع ويا طب احنا مش فاهمين حاجه يا جماعه لا 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 مش هخش كنا بنشتغل على كور ثابته كده في اخر تمرينه فانا مبصي من هنا للناحيه الثانيه فهو اخر واحد كان ايمن عشان المدافع فيعملها يا عرضيه فالمهم هو عمل اتنين عرضيتين فما ما اتظبطوش فالراجل قال له ايمن راح ايمن خلاص يا كوتش راح رجع وقف ورا ما لعبش مش عايز العب جاب علي معلول علي اللي عمل